احنا هنرجع تاني. بقول ان شاء الله كل بحيرات مصر مش زي ما كانت. لا لا، اصل كلمة زي ما كانت دي كلمة مش دقيقة والله. لا والله، زي الكتاب بتاع بحيرات العالم المتقدم ما بيقول. بحيرة البردويل هي واحدة من أهم بحيرات مصر الشمالية. البحيرة مساحتها 165 ألف فدان، بطول 90 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط. تقريبا الأقصى عرض للبحيرة 22 كيلومتر. متوسط الملوحة في بحيرة البردويل حوالي 50 جزء في الألف. في الفترات ما قبل التطوير انخفض حاليا إلى 48 إلى 46 جزء في الألف. البحيرة يعمل بها حوالي متوسط عدد 3500 صياد، بتخدم قطاع كبير في محافظة شمال سيناء ومنطقة مركز بير العبد ومركز العريش. مشروع بحيرة البردويل هو من المشاريع القومية اللي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ومن ضمن المشاريع اللي تشمل كافة البحيرات المصرية لإعادة وضعها إلى سابق عهدها. تم تعاون بين هيئة قناة السويس وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. في السنين اللي فاتت كان في توجيه من فخامة السيد رئيس الجمهورية إن هيئة قناة السويس تقوم بأعمال تطوير لمعظم البحيرات والمواني المصرية، وتم الاتفاق على المخطط الفني لتنفيذ المشروع. وكان الهدف في المشروع من البداية إن إحنا كنا عايزين نعمل ريسيركليشن او تدوير لمية البحيرة، علشان دوت يساعد في تقليل الملوحة بتاعة مية البحيرة، وبالتالي يكون نتيجة دوت ان يزيد الانتاج السمكي للبحيرة، وتبدأ ويبدأ السمك يدخل لاماكن جوه اكتر من البحيرة. كان مخطط ان المشروع يستمر لمدة 18 شهر، ولكن الحمد لله احنا بنتكلم واحنا النهاردة واقفين جوه الموقع، والمشروع بالفعل انتهى. احنا خلصنا بس في 16 شهر. اللي اتنفذ هنا المشروع كان عبارة عن قناة شعاعية رئيسية بعرض 100 متر وعمق 4 متر، بطول اجمالي 73 كيلو، وكان بعض القنوات الفرعية بعرض 50 متر وعمق 3 متر، بطول اجمالي 58 كيلو، زائد ان احنا تم تكريك حوض لاربع مواني رسو كانت موجودة هنا في البحيرة، اللي هي مواني التلول والنصر ونجيلة وغزوان، زي تم تكريك 13 قناة شعاعية. النهاردة في بحيرة البردويل ضمن أعمال تكريك المكلفين بيها من قبل هيئة قناة السويس، احنا شركة قناة المواني احدى شركات هيئة قناة السويس، قمنا خلال مدة المشروع بتنفيذ أعمال تكريك بقنوات رئيسية بطول ما يقرب من 60 كيلومتر بعرض 100 متر وعمق 4 متر، وقمنا بأعمال تكريك لقنوات فرعية بإجمالي أطوال 58 كيلو، بالإضافة إلى أعمال تكريك أمام وجهات المراسي بعدد 4 وجهة مرسى. الحمد لله انتهينا من أعمال التكريك بشكل كامل، وإحنا دلوقتي في أعمال التسليم النهائي اللي بتشمل أعمال الرفع الختامي، بالإضافة إلى تسليم أحواض الترصيب وهي أماكن إلقاء نواتج التكريك. كميات التكريك اللي تم تنفيذها حوالي 31 مليون متر مكعب، تم تنفيذها من خلال عدد 15 كراكة، بالإضافة إلى ما يتعدى 100 معدة أرضية ما بين حفار وبلدوزر متنوعين الطرازات. احنا كنا شغالين على مدار 24 ساعة ورادي مستمرة ليل ونهار عشان نقدر نحقق المشروع في وقت قياسي. وطول فترة العمل اللي فاتت كنا بنعمل على تشغيل الكراكة لمدة 24 ساعة في اليوم، ورديتين، وردية بتسلم وردية. الحمد لله ان احنا انجزنا المشروع في وقت قياسي بالكراكه الميقاتي وبجميع الكراكات الموجوده في المشروع. وطبعا انا سعيد جدا ان انا شاركت في مشروع قومي زي ده، وقدرت ان انا انتج حاجه لبلدي. انا كمواطن مصري كنت احب ان انا اشارك في مشروع قومي، والحمد لله بفضل الشركه وهيئه قناه السويس شاركنا في المشروع ده وفي مشروعات اخرى. المشروع ده يعتبر احياها من جديد، او ساعد على احيائها مره ثانيه من جديد، لان طول البحيره والحجم بتاعها كان نسبة ملوحة عالية، فبالتالي الانتاج السمكي كان ضعيف جدا. بعد انتهاء من المشروع وأثناء فترات التشغيل كانت بدأت ثمار المشروع يعني تظهر، إن هو بدأت زيادة الانتاج. المشروع ده خلق فرص عمل كتير طبعا من خلال حجم الأعمال اللي تمت فيه، إنه ساهم في توفير فرصة عمل لقدر كبير جدا من سكان المنطقة. شاركوا معانا، اشتغلوا معانا في جميع الوظائف الممكنة، وده كان يعني فتح باب رزق ليهم، وأضاف لهم إنهم يتعلموا مهن جديدة ويكتسبوا خبرات جديدة تنفعهم إن شاء الله
في المستقبل. مبسوط ان انا شاركت في المشروع القومي الكبير ده وفتح باب رزق لناس كتيره في القريه برضه. المشاكل في البحيره كانت مواجهه مردومه والميه ضحله. السنه دي رياده الرئيس اتحفرت المجاري وان شاء الله الانتاج يتضاعف. مع بعد تطور البحيره محفور دي البواغيز انفتحت، فالبواغيز لما فتحت نزلت ضخة المية، ضخ الضخ نزل معاها السمك، سمك جميل احجام كان كله على الصخره هناك بيرجع ما فيش مية غرق، فالسمك نزل بقى السمك ضخم وحاجه حلوه والانتاج حلو خالص. يعني السنه دي مر بيها الصياد بعصر التاريخ عمره ما مرش فيها، في الاسعار وفي احجام السمك وفي جميع انواع السمك في الانتاج في كل حاجه متوفره. كنا احنا في حلم ودلوقتي حلم ثاني، لما الثروه السمكيه طورت البحيره السمك صار موجود في كل وقت ليل نهار وكل حاجه متوفره الحمد لله. يعني احنا كنا في حلم ودلوقتي في حقيقه، مش عارفين ان حلم ولا حقيقه، حاجه حلوه خلاص يعني تطوير حاجه فوق الخيال. يعني السنه دي برضه في زياده حوالي 250 طن عن السنه اللي فاتت، في زياده في اصناف كبيره في الجمبري وفي في عائله البوريه، في اصناف في القاروص واللوت. السنة دي برضو كان ظاهر كميات منه ممتازة. المهنة كانت إلى حد ما يعني ليس في بؤرة الاهتمام. إحنا حاليا في المهنة الصيد وإعادة تأهيل البحيرات في بؤرة الاهتمام وتوجيهات القيادة السياسية والمشاريع التنموية وتحسين دخل الصيادين. احنا بنقدم الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية على هذه المشاريع اللي هدفها تحسين بيئة البحيرات وتحسين دخول الصيادين والمردود الاقتصادي على أسرهم. ونوجه الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والمنفذة لهذه المشاريع من هيئة قناة السويس وجهاز حماية وتنمية البحيرات، وزارة البيئة، جهاز حماية الشواطئ. ونشكر سيادة الرئيس على اهتمامه ببحيرة البردويل في شمال سيناء.